الآن مشاهدينا إلى زوايا المراسلين، موفدنا من لندن أحمد فوزي وأجواء نهائي دوري أبطال أوروبا مع وجود عدد كبير من جماهير الريال ودورتموند، أسبوع حافل طبعا في ملعب ويمبلي، طبعا واحد من أكبر الملاعب في أوروبا، استضافته أو هو استضاف ثلاث مباريات. صباح الخير يا أحمد. صباح الخير يا روية، صباح الخير على كل المشاهدين. طيب خلينا نعرف بتفاصيل أكثر عن الفعاليات، يعني إحنا مرسلينك إلى هناك حتى يعني تعطينا الصورة كاملة. عايز أقول لك روية أنه من ساعة ما جيت في كمية كبيرة جدا من عدد كبير جدا من جماهير دورتموند وريال مدريد موجود من حوالي أسبوع، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عامل فعاليات كتيرة هنا جدا، هتبدأ من النهاردة بعد حوالي ثلاث ساعات من دلوقتي، هتبقى في أكثر من مكان في وسط لندن، منها المكان اللي احنا فيه ده اللي هو ترافالجر سكوير، ده هيستضيف واحد من الفعاليات، وهيبقى فيه حفل الافتتاح ووصول والإعلان عن وصول كأس دوري أبطال أوروبا، هيحضر الافتتاح عمدة لندن صادق خان وسفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، ده هيبقى واحد من الفعاليات اللي هتستمر لحد يوم الحد اللي جاي بعد الماتش بيوم، وهتبدأ كمان ثلاث ساعات زي ما قلت لك، وهتبقى في أربع أماكن ثانية مع ترافالجر سكوير. الفعاليات هيبقى فيها أبرز حاجة فيها هتبقى مشاركة عدد من نجوم وأساطير دوري أبطال أوروبا زي روبرتو كارلوس، زي ريكاردو كاكا، زي لويس فيجو، زي ديفيد سيلفا، زي باتريك فيرا، كل دول هيبقوا موجودين هنا وهيشاركوا في الفعاليات، هيبقى فيه حفلات يعني فعاليات موسيقية، هيبقى فيه مباريات في بلاي ستيشن، هيبقى فيه فعاليات كروية، مباريات مصغرة، والنجوم دول هيشاركوا فيها يعني. فهي احتفاليه على مدى الاربع ايام دول بينظمها الاتحاد الاوروبي لكره القدم، طبعا بالتعاون مع السلطات هنا في لندن. والله يا بختك يا احمد، يعني انا متاكد انه في كثير من الزملاء حاسدينك في هذه اللحظه يعني على وجودك بلندن وبترافالجر سكوير كمان. يعني الاجواء هنا بصراحه الاجواء جميله جدا، وهي كل الناس بتتكلم في الكوره، يعني أكيد طبعًا. الناس اللي في الباص بيتكلموا في الكوره، الناس اللي في المترو بيتكلموا في الكوره، حتى الناس يعني الناس اللي جايين وحتى الناس اللي موجودين هنا في البلد، يعني في مطعم مكسيكي، صاحب مطعم مكسيكي كنت باكل فيه، هو مكسيكي عم عارف ان انا بشجع ريال مدريد، اداني مشروب مجانا، ما رضيش ان انا ادفع فلوسه كمان لمجرد ان انا بشجع الفرقه اللي هو بيشجعها. والله فرصه حلوه. طيب وعلى ذكر انه كل الناس بتتكلم في الكوره، حتى عندك شويه كلام وقصه جميله تحديدا عن مدرب دورتموند. مدرب دورتموند ايدن تيرزيتش كان ليه قصه شهيره جدا في 2012، هو كان يعني في 2012 كان لسه بيحصل على الرخص التدريبيه، لكنه كان موجود كمشجع في احتفالات دورتموند بلقب الدوري، ده اخر دوري خدوه دورتموند كان في 2012، كان بيحتفل بلقب الدوري كمشجع من المدرجات. السنه اللي بعدها كان ليه تصريحات صحفيه من ايام ان هو كان موجود في 2013، 2013 ده كان اخر نهائي وصل له دورتموند في دوري ابطال اوروبا، وبرده للمصادفه كان على ملعب ويمبلي، فهو كان موجود ساعتها كمشجع، دلوقتي هو موجود كمدرب، هو حتى قال انا اتحولت من الفان باص للتيم باص، انه كنت رايح الملعب بباص المشجعين، ودلوقتي رايح الملعب مع الباص بتاع الفريق. فقصه مؤثره جدا، ويعني عمل كبير جدا عمله ايدن تيرزيتش خلال الفتره اللي فاتت عشان يوصل للمكانه اللي هو فيها دلوقتي. ايوه والله، يعني شكرا كثير على كل هذه القصص الكرويه والرياضيه يا احمد، يعني استمتع بوقتك، ما بعرف ايش بدي اقول لك اكثر غير انه استمتع بوقتك لابعد الحدود، وخليك معنا حتى توصفينا دائما في التفاصيل. شكرا بإذن الله. شكرا يا رب.